بالنسبة للتندنشيز انفكشن، هو هنا بس عاوز اوضح لك فكرة في الاناتومي المكتوب ده، فكرة بسيطة جدا جدا على فكرة مش صعبة. ان انت لو جيت بصيت هنا، لو جيت بصيت هنا على التندن، يعني بص هو بيقول لك هنا ايه، ان الفليكسور تندن شيز بتاع الميدل 3 فينجر منفصلين عن بعض. يعني بص كده، الفليكسور تندن شيز بتاع ال 3 ميدل فينجر متصلين بالبون، منفصلين عن الانلر بيرسا، منفصلين عن الانلر بيرسا. انما التندن شيز بتاع الليتل فينجر مكمل مع الالنر بيرسون. هتقولي طب انت ليه هنا لما اتكلمت عن الالنر بيرسايتس قلت لنا ان دول الثلاثه ممكن برضو يحصل فيهم اللي هو مين الكانبل ساين؟ اقول لك لان عادي ممكن يبقى اكستنشن عادي من الايه، من الالنر سينوفايتس او من الالنر بيرسايتس لمين؟ للميدل 3 فينجر. فهو بيقول لك هنا ان الفليكسور تندن شيز بتاع الميدل 3 فينجر اكستندد اونلي للميتاكارب فارينجيال جوينت، بس طبعا بيتأثروا لو حصل الالنر بيرسايتس. لكن الفليكسور تندن شيز بتاع الليتر فينجر مكمل مع الالنر بيرسا، لسه شايفينها في الصوره، ده مكمل ودول الثلاثه اكستندد. تمام؟ طيب دي حاجه بيعرف لك، بيقول لك الالنر بيرسا ده عباره عن ايه، ده ساينوفيال شيز بيسراوند الفليكسور تندن بتاع الميديال فور فينجر، لسه قايلينها تحت ان دول عباره عن مين؟ عباره عن اللي هم التندن بتوع الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس والفليكسور ديجيتورم بروفاندس، ومكمل برضه على نفس الكلام. يعني سيبك من الكلام، حتى لو انت مش عاوز تقرا الباقي ده مش تقراه، يجي هنا يقول لك الفليكسور تندن بتاع الصمب مكمل مع الراديال بيرسا، الكلام ده برضه خدناه، الفليكسور تندن بتاع الصمب اهوت مكمل مع الراديال بيرسا. ماشي؟ فالكلام ده احنا كلنا عارفينه. هنا الايتيولوجي جاي لك برضه من بين بريكس، من يعني بين بريك انفكشن، او جاي لك من اي بلبر سبيس موجود برضه، الكلام ده يعتبر ايه؟ يعتبر كلام سهل جدا. كل اللي يفضل عندك هو مين؟ هو البارونا سبيس انفكشن. وهو هنا يعني الحمد لله مش لغيرك قوي في الباوندرز والكلام ده علشان ما تزهقش. يعني يعني لو جيت هنا بصيت في المكان البارونا سبيس انفكشن هتلاقيه تحت الالنر بيرسا، او اللي بيربط ما بين الالنر، عارف مفترق الطرق اللي بيربط بين الالنر بيرسا والريديال بيرسا، هو ده بنسميه اللي هو مين، اللي هو السبيس اوف بارونا. تمام؟ فده عباره عن سبريد اوف بالمر انفكشن، او من الالنر بيرسايتس او من الريديال بيرسايتس. احنا متفقين سواء كان الالنر بيرسا او ريديال بيرسا، احنا فاتحين على الاثنين مع بعض. الكلينيكال بيكشر اودنس ريدنس تندرنس اديماس فينج، الجو ده احنا كلنا عارفينه. وطبعا كدرينج انت بتفتح على البوردر بتاع الالنر بيرسا، ماشي، او بتاع الريديال بيرسا، البوردرز بتاعتهم كل ده بيودي لك على السبيس بتاع البارونا او البارونا سبيس. فبالتالي انت بتعمل لونجيتيودنال انسيجن، وبقى سهل جدا، وبتعمل برضه ايه، تعمل درين للباس اللي موجود. الحمد لله سنه ثالثه سنه سته عندهم تفاصيل الحاجات دي بقى والباوندرز بتاعتها والكلام ده، بغض النظر انهم مش بيذاكروه يعني، بس هذه موجوده ومش عندكم موجوده يعني. فكده يعتبر الديب انفكشن خلص، ويا رب يكون الكل استفاد.